السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هلال العيد. حرفنا حرف ال حرف ال بس هنا أولي، أخذنا الآخري بدرس مياه المطري. نقرأ الدرس. قبل قراءة الدرس أرجو كتابة الدرس مرتين في الدفتر مع حفظه قراءة وإملاء. نقرأ الدرس. هلال العيد. هل هلال العيد ذهب همام ومعه سهاد إلى عمهما مهدي وقالا عيدك مبارك يا عم. قال العم وعيدكما سعيد يا أولاد.